السلام عليكم. هذه الحادثة اللي وقعت هذا الصباح مساء الخمسة قل العشرين، حادثة هنا في الساقية. اما سيدي كي جيت انايا وقفت عليهم تلاقيت غير اللي كان مع الشيفور، الشيفور ما لحقتش عليه، الشيفور هرب. غير مع الشيفور هو اللي نقد هذوك الناس كاملين، لحقاش كانت مبلع عليهم 207 كانت مبلع عليهم برا. ايوا وبقيت نتعاونوا، جبد غير واحد، جبد هذا جبد هذا، كانت 19 واحد اللي توفات عليها. جات السلطه، جات الوقايه المدنيه، جبدت الناس. ايوا واش غادي نقول لكم، هذا المشكل كامل، هذا المشكل راك عارف داروا لنا واحد الطريق، هذا المشكل نتاع الطريق. الطريق هذه خادمينها لنا لا بلايك لا دودانا لا والو. وبالنسبه للسائقين هذه عندهم حرب قاتله، يجريوا بزاف مع هذه الطريق هذه 100 120 حتى 140. وما عندنا ما غادي نقولوا، ما بلايك ما كاينش، المسؤولين كل شيء ناعس، اللي خادمين الطريق ما عارفينش واش كاين، دايرين غير الطريق لا بلاك لا والو. عندنا بزوز الخطر عروبيه. واش ما غادي نقول لك، المهم لا اله الا محمد رسول الله. واش من الحديثه بقينا مع الصبوح هذه، لقينا واحد الطوبيس هنايا في هذه الساقيه مقلوب، والجرا ديالو طالع للسما وهو الكاروسي مهود لتحت. ولقينا شي ناس ماتوا هنا، واحد 18 واحد ماتت هنايا، واحد 6 ولا 7 حيين، واحد 20 ولا 30 واحد داتها لابيلانس. وسميها الطريق برحم الوالدين، خصنا ديروا لنا هنايا البلاكات نمره 20 هنايا، وديروا لنا هذاك الدودان هذاك اللي باش على حساب الساكنين، قريب من الساكنين، قريب من الكياس. مع جوايه الفجر موراه واحد الربع ساعة وقعت هالواقعة. كان واحد الطوبيس جاي من هنايا كيجري بزاف، مع ما كانش البلايك وما كانش لي دودان، ما شافش هنا الساقية، سحب له الطريق فايته نيشان، نقلب فيه شي 54 واحد من السنغال يعني كحل، ماتوا بهم واحد 18 ولا 19، واحد 30 ولا مشات مبليسيا بزاف، والطوبيس نقلب في قوجرة ديالو الفوق، والشي الاخر عاشوا واحد 8 ولا 10 اللي عاشوا هنا. هاد الليلة هذه ما عرفناش اش الساعة اللي وقعت فيها الحادثة هذه. حنا حتى مع ذيك الساعة 4:30 صباحا جا عندنا واحد السيد، ها هو يسكن قريب هنايا، جا عندنا بقى يقرقب علينا في الديار. حنا خلعنا كاع، قلنا واش هاد الشيء، واش كاين؟ قال لي جري جري، راه الناس، راه مشي ناس، راه مساكين داروا الحادثة في هاد الساقية هذه. طاحوا قلبوا واحد الطوبيس راه فيها شي 40 واحد، هو غير ما قدر هذا المقدار. الي حنايا جينا نضنا العائله نتاعنا، كل شيء ناضت تجري وكذا. ملي جاوا هنايا جبروا الناس كل شيء في الساقيه، كل شيء مقلوبه في الساقيه. الي ذيك هي بقاو يتعاونوا مع الناس، بقاو يجيو السلطه مع ذاك الشيء، جبدوهم كل شيء هنايا. هنايا اللي كان ميت ميت، واللي كان حي كان مجمع شي بنات هكذا، كانوا مريحين مجمعين، شتهم بعيني. هذه ذيك هي بعدها بقاو يعزلوا الموتى على جهه، سطروها واحد واحد. حسبت انايا ذاك المقدار فيما ذيك 16 17 واحد اللي كانت ميته، وفي التالي كيقولوا وصلوا ل 18 واحد البنت روح يا روح ولا وجبتوها، قالك عندها المقدار السن نتاع 24 سنه. بعدي هذا الشيء وهذا الطريق هذه راه من بعد ملي خدموها راه خطيره، هذا الطريق هذه، هالفراش هذه، بنادم ما يشوفش اللي جاي واللي غادي. الطريق واعره، بعديها رخصه تاع لا دودانات. حنا رانا الدراري صغار وكا دائما ونبغيو نهدو ونمشيو للقياده باش يخدمونا لا دودانات ويديرونا البلايك اخويا، والطريق يديروا لها لافليشات. الفراش هنا، الفراش راه واعر، والناس ما تحترمش القانون السير. صوره لو كانت تهضر مع الانسان غادي تدابز معاه، ان السلطه هي اللي خصها تقدم وتجي تراقب هذا الطريق هذه. ايوا درك اخويا واش غادي نقولوا، نطلبوا لهم تعزيه، الله يرحمهم برحمه الله.